السلام عليكم. في إطار تطوير شبكة الطرق السيارة ودعم الحركة الصناعية والفلاحية والسياحة الوطنية، واستعداداً للأحداث العالمية التي ستكون بلادنا مسرحاً لها خلال السنوات القادمة، على غرار كأس العالم لكرة القدم 2030، كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن أهم المشاريع المتعلقة بإنجاز الطرق السيارة بالمغرب خلال سنة 2024، والكلفة المالية لبعضها. وأكد بركة أن شبكة الطرق السيارة بالمغرب تلعب دوراً مهماً في مواكبة النمو الاقتصادي الذي تعرفه البلاد، عبر الاستجابة للطلب المتزايد للتنقل على المحاور المهيكلة للشبكة الطرقية. وكشف الوزير أن طول هذه الشبكة من الطرق السيارة بلغ حالياً 1800 كيلومتر، كما توجد عدة محاور في طور الإنجاز أو الإعداد لإطلاق العروض، في إطار توسعة هذه الشبكة أو الرفع من مستوى خدمتها، استجابة للطلب المتزايد عليها. في هذا الفيديو، سنتعرف على 5 مشاريع جديدة للطرق السيارة بالمغرب خلال سنة 2024. لكن قبل ذلك، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مشروع الطريق السيار جرس في الناظور حازت 3 مقاولات وتجمعين على صفقة إنجاز مشروع المقطع الطرقي الخاص بالطريق السيار الرابط بين إقليم جرسف وميناء الناظور غرب المتوسط، وكانت المديرية الجهوية للتجهيز قد أدرجت طلب العروض على الموقع الرسمي للصفقات العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الطريق السيار جرسف الناظور سيمكن من ربط الإقليمين وميناء الناظور غرب المتوسط بشبكة الطرق السيارة الوطنية، وسيمتد على مسافة 105 كيلومترات بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 505 مليار سنتيم. ويتوزع مشروع الطريق السيار جرسف الناظور دبريوش على 3 أشطر، حيث سيربط الشطر الأول جرسف بساكا على مسافة 36 كيلومتراً، والشطر الثاني ساكا دبريوش على مسافة 40 كيلومتراً، ثم الشطر الأخير دبريوش ميناء الناظور غرب المتوسط على مسافة 27 كيلومتراً. الطريق السيار القاري الرباط الدار البيضاء. في إطار استعدادات بلادنا لاحتضان كأس العالم 2030، أعطى جلالة الملك محمد السادس أمره السامي بإحداث الطريق السيار القاري بين العاصمة الرباط وأكبر مدن المملكة وعاصمتها الاقتصادية الدار البيضاء. ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال بهذا المشروع الكبير سنة 2024، حيث سيكون موازياً للطريق السيار الأول على مسافة 60 كيلومتر، ليكون جاهزاً سنة 2029 أو 2030. وهو عبارة عن طريق التفافية من العاصمة الرباط عبر تامسنا والطريق السيار الدائري الجديد جنوب الدار البيضاء، مروراً بتراب إقليم بن سليمان بقرب مطار بن سليمان وملعب الدار البيضاء الكبير الذي سيتم بناؤه خلال 3 سنوات القادمة. وسيتضمن المشروع بين الرباط والدار البيضاء إنجاز 3 جسور على الأقل. وتكمن أهمية هذا المشروع في تفادي الاكتظاظ الذي تعرفه الطريق السيار والطريق الوطنية الرابطة بين الرباط والدار البيضاء، والازدحام المهول خصوصاً في أوقات الذروة وفي أيام العطل ونهاية الأسبوع. الطريق السيار مراكش فاس. لعل من الإيجابيات الكبيرة التي سيخلفها حدث احتضان المغرب لنهائيات كأس العالم 2030، المشروع الضخم المتمثل في طريق سيار يربط بين مدينتي مراكش وفاس باعتبارهما مدينتين محتضنتين للمونديال. ومن شأن هذا المشروع الكبير أن يفك العزلة عن عدد من المناطق والأقاليم والمدن كأقاليم أزيلال وخنيفرة وابن ملال. كما سيمكن هذا المشروع الضخم من فك العزلة على مناطق جبلية سياحية والتقليص من مدة قطع هذه المسافة،
بفضل الطريق السيار الذي سيجعل مدة التنقل بين وسط المملكة في اتجاه فاس يتقلص إلى النصف. وأكد نزار بركة وزير التجهيز والماء أن دراسة مقطع الطريق السيار الرابط بين ابن ملال ومراكش توجد في طور الدراسة التمهيدية، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن طلب العروض لإنجاز الدراسة التمهيدية خلال 2024 بعد إنهاء الدراسة التعريفية للطريق السيار الرابط بين ابن ملال وفاس مكناس. ويمتد مشروع الطريق السيار على مسافة 400 كيلومتر بكلفة تقديرية تقارب 20 مليار درهم. الطريق السيار تيت مليل برشيد. أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن انطلاق أشغال إنجاز الطريق السيار الجديد تيت مليل برشيد، إذ يندرج هذا المشروع في إطار العقد البرنامج المبرم بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وهو أول طريق سيار بالمغرب يصمم بثلاثة مسارات في كل اتجاه، سيتم إنجازه بالكامل من طرف كفاءات مغربية، ويهدف إلى تخفيف حركة السير العابرة للدار البيضاء الكبرى، وتقليص طول ومدة تنقلات مستعملي الطريق السيار القادمين من شمال وشرق المملكة والمتوجهين نحو الجنوب. ونظراً للمعدل الحالي والمرتقب لحركة السير العابرة للدار البيضاء الكبرى، وخاصة محور الدار البيضاء مطار محمد الخامس، وللتطور الذي تعرفه جهة الدار البيضاء ستات، وكذا للعديد من العناصر التي تم تحليلها خلال مرحلة الدراسات الأولية، قامت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بالاختيار التقني لبناء هذا الطريق السيار بثلاثة مسارات في كل اتجاه، وهي المرة الأولى في تاريخ شبكة الطرق السيارة الوطنية. وتبلغ ميزانية إنجاز هذا الطريق السيار 2.5 مليار درهم، ممولة أساساً من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتقدر مدة الأشغال بثلاثين شهراً. سيتم إنجاز المقاطع الأربعة من طرف أربع مقاولات مغربية متخصصة في مجال البناء والأشغال العمومية، والتي ستواكبها ADM Project، فرع الخبرة التقنية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والتي تتمتع فرقها بخبرة معترف بها دولياً في إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية. تثليث الطريق السيار الدار البيضاء برشيد. تواصل الشركة الوطنية للطرق السيارة جهود مشروع تثليث الطريق السيار الخاص بمحور الدار البيضاء برشيد، إذ سجل مصدر مسؤول عن الشركة وصول الأعمال المنجزة لما يقارب 50%، وذلك في مدة زمنية تقارب 60 يوماً. ويشهد هذا المحور ضغطاً في السير يقارب 70,000 عربة في اليوم، والذي قد يصل لما يقارب 100,000 عربة خلال العطل وأيام الذروة. وتعد أشغال تثليث الطريق السيار الدار البيضاء برشيد جد صعبة، بالنظر لأولوية الإبقاء على سلاسة السير وسلامة مستخدمي المحور الطرقي الأكثر اكتضاضاً بالمغرب. ويشكل رقم 50% من المنجز الطرقي ما يقارب ثلث البرمجة الأولى لمشروع تثليث الطريق السيار من طرف الشركة المشرفة. ويهم المشروع تثليث مقطع طريق سيار طوله 60 كيلومتراً، ممتدة من مفترق المحمدية إلى مفترق الطريق السيار برشيد، مروراً بسيدي معروف في اتجاه محطة الأداء بوسكورة، حيث تبلغ تكلفة إنجازه الإجمالية نحو 2 مليار درهم. شاركونا آراءكم وأفكاركم في التعليقات. شكراً على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في أمان الله.